عسلامتكم، مرحبا بكم في كوجينتي. اليوم باش نعملو لكم حويجه حلوه للسهريه، انا وقناه ميمي، كل واحده فينا باش طيب لكم حويجه. انا باش نطيب لكم خبزه لهوي التونسيه نتاعنا اللي نعرفوها الناس الكل، خبزه جاتو سهله وما تشدش الوقت، وسرتو بلاش كوشه باش ما نقعدوش فاسخانه، نحلو في الفور ونطيبو. وكيف كيف ميمي باش تطيب لكم حتى هي خبزة جاتو بدون فرن، سهلة وبنينة. وتوا اجيو مع بعضنا نوريكم قناة ميمي. وهذه قناة طبخ ميمي، قناة تحفونا برشا ومولاتها مرة طيبة ياسر. وتحفونا ننصحكم زوروها واستكشفوها القناة متاحة على خاطر تستاهل الدعم، وبكم انتوما باش تكبر وتشجعوها تخليوها تواصل وديما تجيب لكم جديد. قناتها متميزة ياسر، عندها برشا وصفات تونسية على وصولها، ما شاء الله عليها في التصنيف من الحار للحلو للمالح، عندها برشا وصفات مزيانة بقدرة ربي باش تستفادوا منها. وهذم أهم فيديوهاتها، كان عندها برشا حاجات سرتو التشجيع ما نوصيكمش. وهذه قناتها متنوعة فيها برشا وصفات، هاكا زوروها واستكشفوها وحدكم. وما تنسيوش باش تشوفوا الخبزة الجاتو اللي حضرت هنا، وتنخلي لكم اليا متاع القناة في صندوق الوصف باش من بعد تمشي وتزوروها. وتوا نرجو الكوجينتي ونوريكم شنو نستحقوا للخبزة الجاتو متاعنا اللي هي خبزة لهوي. نستحقوا بالطبيعة البشكوتو، انا خديت هذا بتبيع في تونس، عنا البشكوت سيدة ديما نقدو بيه خبز لهوي. باش ناخذو قهوه، واللي ما يحبش القهوه ينجم يعمل حليب والا يعمل كابوتشينو اللي تحب انتي. وانا باش نزين بعد من الفوق بالكريم شانتيه، على محاله مش باش ناخذ هالكل، هذه خاطر كبيره نعرفش ناخذ يمكن 150 مليلتر. هاكا زينه بعد نتوما اشوا عليكم. وانا اخترت باش نعملها بالكريم اوبر، والكريم هذه كتنخلي لكم الرابط متاعها في صندوق الوصف، كعملت لها فيديو تنوري لكم زادة سهلة الكريم هذه، وما هيش صعيبة وفي ساعة ما تحضر، مش كيف الكريم الاخرى اللي بالشحور، هذه بلاش شحور وسهلة. وهاو كانتوما الكريم تنجموا زادة ما تحبوش هذه تعملوا اللي تحبوا عليه انتوما. وخذيت شوية بوفريوة مرحية باش نرشها من داخل، وتوا هنمشيو مع بعضنا نحضروا خبزتنا. تو ناخذ صحن ولا البلاتو اللي باش نحطو فيه، وناخذ كعبة البسكوي جوست ندخلوها ونخرجو هكا، منخليوهاش تشرب برشا باش من بعد ما تجيناش طرية. كنبداو ونغطسوهم هكا بالوحدة ونخرجو فيسع مش برشا، ونرصفوهم وحدة بحدة اختها كبش، جوست ترطبها شوية الكعبة ما تبداش ياسر كروكانت ويبسة، لين نكملوهم الكل. نكمل الطبقة الأولى بنفس الطريقة، كملت رصفتهم. وكنتوما الكبر والعرض تحكموا فيه انتوما حسب كبر البلاتو ولا الحاجة اللي باش تحطوا فيها. انا باش نعمل كونتيتي مش كبيرة برشا. وتوا ناخذوا الكريم اوبر متاعنا ونحطوها فوق البسكوي ونحلوها هكا فوقها، حاولوا نغطيوهم الكل، اذا بينا ما نخليوهمش يهبطوا الكعبات على بعضهم. والمستحسن كان عندكم اكل الفورم اكل كاري ولا ريكتانجل تحطوها تلمهم خير، تجيكم قط قط حتى هكا نرمالهم بعد الكل باش تاكلوا باش تقص. ولا تنجموا تعملوهم كل كعبتين، تعملوهم كل كعبه وحدهم يجيكم كل ميني جاتو هكا صغيرين، ولا تعملوا هكا خبزه كبيره ومن بعد قصوها. كمل نستويها، كملت استويتها، نحاول نعملوها مستويه قد قد. وتوا نرشوا عليها شويه بوفريوه، ولا كان عندكم غله اللي عندكم في الدار، ولا حتى ما عندكم شيء تخليوها هكاكا جوست كريم وبور وكهو. ولا حتى كان ما عندكم مش متحبوش الزبدة، نجموا تذوبوا حتى شوية شوكولاتة وزيدوهم شوية حليب وتدهنوا بها، ولا تعملوا سكر محور وشوية زبدة. هكا اشواليكم في الكريم اللي تحبوا انتوما اللي موجود في الدار تحطوه.
كحويجة سهلة، وتجي دي سير للسهرية وخفيفة، كتعملوها في العشوية هكا ولا تعملوها في الصباح، وتخليوها تبرد في الفريجيدير. بعد شق عن الفطر تجبدوها تلقاوها شدت روحها وامورها واضحة. نقعد انا نكمل هكا الطبقات لين نكملهم الكل، ومن بعد نرجع لكم. كملت رصفتهم الكعبات متاعنا هكا لي بيسور متاعنا، عملت 7 ايتاجات. وهاك انتو مشوا ليكم بعد، تحبوا اقل اكثر اكبر، هكا انتو ما تصرفوا. وتوا باش ناخو الكريم وبر متاعنا، وباش نعمل الحرف الكل باش نغطيهم بالكريم متاعنا. كنبداو هكا ما نكثروش، جوست نخبيو البسكويت. توا كملت زينتها كلها، غطيتها بالكريم وبر. توا باش ناخذو 100 مليلتر من الكريم شانتيي، مش برشا خاطر جوز باش نعمل كان الطبقه هذه. هاكا زينا شواليكم، تنجمو حتى تزينوها الكل بالكريم وبر، ما تستحقوش الكريم شانتيي. توا كملت طلعت الكريم شانتيي متاعنا باش نزين بها وجه الخبزة. نجمو حتى تذوبو كعبة شوكولاتة وتصبوها فوقها. كأشواليكم ما تحيروش في الزينة كيكة، تفننوا كيف ما تحبوا انتوما. نجمو زينوها بفيكيا زيدة ولا بالغلة اللي متوفر في الدار، مش لازم تشريو حاجات برشا. وتوا باش نزينو الخبزة نتاعنا على جنب، باش كي بعد نحطوها تعطي منظر. انا حطيت الكريم وبر في البوش باش نجي هكا في الاحراف، نعمل هكا الزيكزاك. ندورها هكا وهذه خبزتنا حضرت. كيفاش كملت زينتها، زدتها هنا شوية بستاش بتعطي منظر. وهكا الزينة انتو ما تفننوا كيف ما تحبوا. انا كل مرة يخطر لي باش نزيد حاجة، هذاك علاش ما حطيتش لي زانجريديون من الاول. هكا في الزينة زينوا كيف ما تحبوا انتوما. وهذه خبزتي كيفاش زينتها، ان شاء الله تكون عجبتكم. توا باش نحطها في الفريجيدير تبرد على القليلة 3 4 سوايع بشكل كريم، تشد روحها بالكدا. ومن بعد كي نقصوها ما تجينيش طرية الكريم، تبدا شادة روحها. وهذه خبزتنا نتاع اليوم، وان شاء الله تجربوها. وتو من بعد خليها تبرد ونعاود نوريكم كيف جات من داخل. وما تنساوش باش تزوروا قناة ميمي وتشاركوا في قناتها، تشوفوا خبز الجاتو اللي حضرتها هي زادة بنينة وتحفونة. وهذه خبزتنا سهلة وبنينة، هاكا ننوعوا كل مرة نعملوا حويجة. الجاتو متاعنا بردت، شدت روحها الكريم. وطوا باش نقصها نوريكم منظرها كيف جاي على يد واحدة. قصها هكايا شدت روحها. وهذه بعد ما قصيتها منظرها كيف جاي من داخل، هكا الكريم شاد روحها بالكدا. وهذه الجاتو متاعنا كجات بنينه وخفيفه. ننصحكم جربوها البنات باش تعجبكم بقد ربي، وما تشد لكمش برشا وقت، جوست تحضروا الكريم وتنجموا كان ما تحبوا زاد كريم اوبر تعملوا اي حاجه حتى شوكولاته تذوبوها وتحطوها بالبسكويت
وتزينوا الزينة اللي تحبوا عليها انتوما. وهذه خبزتنا بتاع اليوم، وان شاء الله تكون عجبتكم. وكان اول مره تزوروا قناتي وعجبتكم الوصفه بتاع اليوم، ما تبخلوش عليا وتشتركوا في القناه باش نزيد نكبر بيكم وتكبر القناه. وما تنسيوش باش تضغطوا على صابوني وعلى الجرس اللي بحذا صابوني باش ديما يجيكم جديدي، وصحه وبشفي ليكم. شهية طيبة، وإن شاء الله نتقابلوا في وصفة جديدة وفي فيديو جديد. باي باي.